الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، وسع كل شيء رحمة وعلما، ضاعف بفضله الحسنات، ورفع لأصحابها الدرجات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا يعجزه شيء في الأرض والسماوات. وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله، أيده الله بنصره وبالمعجزات. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد، وعلى آله وصحبه السابقين إلى الخيرات. أما بعد، فاتقوا الله تعالى بالتقرب إليه بما يرضيه، والابتعاد عما يغضبه ويؤذيه، فقد أفلح وفاز من اتقى، وخاب وخسر من اتبع الهوى. عباد الله، عباد الله، اعلموا أن فلاح الإنسان وسعادته في التحكم في نفسه ومحاسبتها ومراقبتها في كل صغيرة وكبيرة، في الأقوال والأفعال. فمن حاسب نفسه وتحكم في أقواله وأفعاله وخطراته بما يحب الله ويرضى، فقد فاز فوزًا عظيمًا. قال الله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال عز وجل: إن الذين اتقوا إذا مسَّهم طائفٌ من الشيطان تذكَّروا فإذا هم مُبصِرون. وقال تعالى: ولا أُقسِمُ بالنفس اللوَّامة. قال المُفسِّرون: أقسم الله بالنفس التي تلومُ على التقصير في الواجبات، وتلومُ على اقتراف بعض المُحرَّمات، فتلومُ كثيرًا حتى يستقيم أمرُها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت. رواه البخاري ومسلم. وهذا لا يكون إلا بمحاسبة النفس. وعن شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. حديث حسن. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتأهبوا للعرض الأكبر. وقال ميمون بن مهران: المتقي أشد محاسبة لنفسه من الشريك الشحيح لشريكه. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب طار على أنفه فقال به هكذا، أي أطاره بكفه. رواه البخاري. والمؤمن يحاسب نفسه ويراقبها ويقيمها على أحسن الأحوال، فيحاسب نفسه على الأفعال، فيجاهدها في العبادات والطاعات ليأتي بها كاملة الإخلاص، نقيةً سليمةً من شوائِل الابتداع والرياء والعُجب بالعمل، مُبتغيًا بعمله وجه الله والدار الآخرة،
ويحاسب نفسه ليوقع العمل الصالح ويفعله موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، مع الالتزام بدوام العمل واستمراره بلا ردة ولا انقطاع. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال تعالى: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. وقال عز وجل: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وعن سفيان الثوري قال: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي لأنها تتقلب علي. وقال الفضل بن زياد: سألت الإمام أحمد عن النية في العمل، قلت: كيف النية؟ قال: يعالج نفسه إذا أراد عملا لا يريد به الناس. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى يرائي فقد أشرك، ومن صام يرائي فقد أشرك، ومن تصدق يرائي فقد أشرك. رواه أحمد في المسند والحاكم والطبراني في الكبير. ويحاسب نفسه في نطقه وكلامه فلا يطلق لسانه في الكلام بالباطل والمحرم من الألفاظ، وليتذكر أنه قد وكل به ملكان يكتبان كل ما نطق به لسانه وكل ما عمل من عمل، فيثاب على ذلك أو يعاقب. قال الله تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يكتب كل ما تكلم به من خير وشر، حتى إنه ليكتب قوله: أكلت، شربت، ذهبت، جئت، رأيت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. رواه البخاري. وقال ابن مسعود: والله الذي لا إله إلا هو ما على الأرض أحق بطول سجن من اللسان. وكان أبو بكر رضي الله عنه يأخذ بلسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد، كما يجب على المسلم أيضا أن يحاسب نفسه ويجاهدها في الخطرات والواردات على القلب والوساوس، فإن مبدأ الخير والشر من خطرات القلوب ووارداتها، فإن تحكم المسلم في الواردات على قلبه ففرح بواردات الخير واطمأن لها ونفذها أفلح وفاز، وإن طرد وساوس الشيطان ووارداته واستعاذ بالله من وساوسه نجا وسلم من المنكرات والمعاصي، وإن غفل عن وساوسه وتقبلها أورده المحرمات. قال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وأمر بالاستعاذة في سورة الناس من هذا العدو المبين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإن ذكر الله خنس وتأخر، وإن غفل وسوس. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم،
فإن ذكر الله خنس، وإن نسي التقم قلبه، فذلك الوسواس الذي فذلك الوسواس الخناس. رواه أبو يعلى الموصلي. فالحفظ من الذنوب برصد فالحفظ من الذنوب برصد وساوس الشيطان أولا، والاحتراس من نزغاته. قال الله تعالى: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. فمن حاسب نفسه وجاهدها كثرت حسناته وقلت سيئاته، وخرج من الدنيا حميدا، وبعث سعيدا، وكان مع النبي عليه الصلاة والسلام الذي أرسل شهيدا. ومن اتبع هواه وأعرض عن القرآن وارتكب ما تشتهيه نفسه واستلذ الشهوات وفارق مرضات الله وقارف الكبائر، وأعطى الشيطان قيادة، أورده كل إثم عظيم، وخلد معه في العذاب الأليم. قال الله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. وقال تعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، ونفعنا بهدي سيد المرسلين وقوله القويم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله يحيي بالقرآن القلوب، ويقبل الحسنات ويعفو عن السيئات. أحمد ربي وأشكره، وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، علام الغيوب، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى الخيرات. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمدٍ وعلى آله وصحبه أعلام الهدى ومصابيح الدجى. أما بعد، فاتقوا الله تعالى حق التقوى، فهي المُدَّخَر في الدنيا والأخرى. عباد الله، إن القلب الحي هو الذي تسرُّه حسنته وتسوءه سيئته، والقلب الميت هو الذي لا يتألم بالمعصية ولا يحس بها ولا يفرح بحسنة ولا طاعة، ولا يشعر بالعقوبات على الذنوب، فتغره الصحة وإقبال الدنيا عليه. وقد يظن النعم كرامة له. قال الله تعالى: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وفي الحديث: تعرض الفتن على القلوب كما يعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مرباد كالكوز مجخيا، أي منكوسا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. وأمراض القلوب كلها تمرض القلب أو تميته بالكلية إذا لم يحاسب المرء نفسه. ومن الحزم والخير للمرء أن يحاسب نفسه في اليوم والليلة والجمعة
والشهر والسنة، ليعلم من حيث أُتي، ويتوب ويستدرك ما فرط منه، عسى أن يُحمد سعيه ويوفق لحسن الخاتمة. والمؤمن حي القلب نافذ البصيرة، إن أعطي شكر، وإن أذنب استغفر، وإن ابتلي صبر. ففي قلب المؤمن واعظ يوعظه من الغفلة ويحذره من المهلكة. وفي الحديث خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما بجانبيه خطوط، وعلى رأسه داعٍ، وفوقه واعظ، فالخط المستقيم صراط الله، والداعي على رأس الخط كتاب الله، والذي يعظ فوقه واعظ الله في قلب كل مؤمن. والخطوط عن يمينه وشماله طرق الضلال. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وصلوا وسلموا على سيد الأولين والآخرين وإمام المرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وسلم تسليما كثيرا. اللهم وارض عن الصحابة أجمعين، وعن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم وارض عنا معهم بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وارض عنا معهم بمنك وكرمك ورحمتك يا ذا الفضل العظيم. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة يا رب العالمين. اللهم نعوذ بك من سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء، ومن درك الشقاء، ومن جهد البلاء. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه، وظاهره وباطنه، وأوله وآخره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم نفس كرب المكروبين من المسلمين. اللهم نفس كرب المكروبين من المسلمين. اللهم ارفع الشدائد والكروبات عن المسلمين. اللهم اقض الدين عن المدينين من المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم اعدنا من شرور انفسنا. اللهم اعدنا من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، واحسن عاقبتنا يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اعدنا واعد ذرياتنا من إبليس وشياطينه وأوليائه يا رب العالمين وجنوده، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من شياطين الإنس وشياطين الجن. اللهم استعملنا في طاعاتك، واحفظنا من معاصيك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وفجاءة نقمتك، وتحول عافيتك. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين. اللهم نور عليهم قبورهم، وضاعف حسناتهم، وتجاوز عن سيئاتهم يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن ترحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارفع الكربات والشدائد التي نزلت بالمسلمين في الشام يا رب العالمين. اللهم عليك بمن ظلمهم واعتدى عليهم يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين، يا قوي يا متين. اللهم اطفئ الفتن التي اشتعلت في بلاد المسلمين. اللهم احفظ جنودنا يا رب العالمين. اللهم احفظ جنودنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظهم في دينهم وأموالهم وفي أهليهم يا ذا الجلال والإكرام.
اللهم إنا نسألك يا الله الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وعذوك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن توفق خادم الحرمين الشريفين، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك، وارزقه الصحة إنك على كل شيء قدير. اللهم وفقه للعمل الرشيد والرأي السديد، اللهم وانفع به الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم وفق ولي عهده لما تحب وترضى، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك، وانفع به الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام، نسألك الله أن تغيثنا، نسألك اللهم أن تغيثنا وأن تجعله غيثا مباركا فيه، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.